هلو ماين ليفن شولر اون شولرين ديس ايرستن شوليارز. اهلا بيكم طلابنا وطالباتنا الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي، وحلقه جديده من حلقات اللغه الالمانيه. طبعا احنا متابعين مع بعض منصه البث المباشر كل اسبوع حصه اللغه الالمانيه، واخدنا المره اللي فاتت فكره عامه كده عن الالماني، واخدنا كمان اول شريط كانت موجوده فيه. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي خدناها ان انا ازاي اقول ايش هايسه واعرف الناس باسمي. ايش هايسه فغولاء، افكركم باسمي معاكم في خوالات. في هايست دو، ده السؤال اللي اخدناه وتعلمناه مع بعض لما اجي اسال اي حد من اصحابي عن اسمه، هقول له في هايست دو، اسمك ايه؟ واخدنا طبعا ان دو معناها يو، انت. فهرد اقول ايش بين، وابدا اقول اسمي ايش بين علي، طبعا انا اكون علي. ايش هايس مريم، وابدا اقول اسمي، وكمان عبرنا عن الاسم بماين نام ايست محمد، اسمي محمد. وخدنا مع بعض ان احنا نكتب كمان اسامينا وكلنا نتعلم ازاي نقول اسمنا. ونبهت عليكم ان دايما في حصتنا ما تنساش يبقى معاك كراسه تسجل فيها كل الاسئله المهمه اللي بتقابلك في الحصه. وكمان لو بتحضر معانا الحصه لايف يا ريت تكتب لنا في الشات عشان تراسلنا وتبقى معانا في كونتاكت. لاس اونس هويت بجينين، واخدنا شريط نمر ا المره اللي فاتت، النهارده هنكمل مع بعض شريط ب. وطبعا احنا متعودين ان في اول كل حصه بناخد الليرنت سيل. الليرنت سيل هو الهدف اللي احنا بنشتغل عليه في حصتنا، او الحاجات اللي هنتعلمها النهارده، وانا عايزاك في اخر الحصه تطلع بيها معايا. تعالوا نشوف مع بعض هنتعلم ايه جديد مع بعض النهارده في حصه الالماني. لاس اونس هويت بيجينن وند داس ليرنين فير هويت، هناخد الجمايني فيدرهورونج على الحاجات اللي اخدناها مع بعض المره اللي فاتت عشان نفتكر مع بعض اللي اخدناه ومنه نقدر نكمل الحاجه الجديده. هناخد كمان فيرب كونيوجاتسيون، تصريف الفعل. ومن الافعال اللي هنصرفها مع بعض هو فيرب هايسن وفيرب زاين مع الضمائر اللي اتعلمناها ايش ودو وزي. كمان هنتعلم حاجه مهمه جدا، ازاي اعبر عن الموطن بتاعي، هيركومفتسلاند ارفراجن اون بينينن. هنتعرف مع بعض على الدول والاماكن، وهنتعرف مع بعض ازاي نسال عن الموطن وازاي كمان ارد على السؤال ده. فراجيفورت فوهيا، اداه استفهام جديده، واحنا متعودين نجمع كل ادوات الاستفهام في صفحه واحده او كل الاسئله باجاباتها في جزئيه واحده، ومعايا كده من اول حصه جمعهم ورا بعض عشان ما فيش حاجه تبقى ناقصانه. كمان هناخد مع بعض فيرب كونجكسيون، ده تصريف الفعل مع فعل كومن، ده اللي هنستخدمه عن الموطن. ومن ضمن الكلام هنستخدم بريبوزيسيون اوس، حرف الجر اوس. لاس اونس هويت بيجينن، ودي كانت الليرنت سيل، او الليرنت سيل ان احنا نعمل فيدر هولونج على البيجروسونجن، التحيات. طبعا خدنا جوتن موجن، جوتن مورجن، جوتن تاك، جوتن ابن. دي التحيات اللي احنا اتعلمناها مع بعض، ودي دايما بنقولها اثناء يوم. ونبهت عليك وخلي بالك من الوقت اللي بتقول فيه كل تحيه من دول، يعني جوتن موجن بقولها دايما الصبح من الساعه 6 للساعه 11، وبعديها على طول هبدا اقول جوتن تاك طول ما الشمس منوره كده قدامك. اول ما الشمس تبدا تغيب يعني الساعه 6 مساء هنبدا نقول جوتن ابن. من مع بعض اخدنا ازاي اعبر عن الابشيد، ابشيد يعني الوداع، الحاجات اللي ممكن اقول بيها جود باي او تصبحوا على خير. اول حاجه اخدناها كانت تشوس، مع السلامه، او فيدر زين، ودي خدناها لما يكون الناس كبار مع بعض يبداوا يقولوا او فيدر زين يعني الى اللقاء. واخدنا كمان جوتي نخت، تصبح على خير، او فيدر هيرن، فاكرين الديالوج او الجشبريش اللي خدناها مع بعض وكان في اتنين بيتكلموا مع بعض على التليفون، رد عليه في التليفون وقال له او فيدر هيرن يعني اسمع صوتك قريب، وده بيكون ام تليفون يعني على التليفون. بيس بالد، بيس شبيتر، الاثنين معناهم برضو مع السلامه او سي يو، الاثنين برد بيهم على كل الحاجات اللي موجوده قدامك سواء تشوس او فيدر زين او فيدر هيرن. يبقى دي حاجات الابشيد الوداع، وقلنا مهم جدا اعرف كلمه ابشيد معناها وداع عشان لما تجيلي في الامتحان انك بتعبر عن الابشيد بايه من الحاجات اللي قدامك تبقى عارف المعنى الكلمه. بايتر. من ضمن الفيشتج فراجن اللي اخدناها الاسئله المهمه ان انا اسال بطريقه فورمال او انفورمال عن النامن،
ان انا اسال عن الاسم بطريقه رسميه او طريقه غير رسميه. طبعا قلنا الفورمال هيكون دايما معاك البرونومين زي جروس اللي بيتكتب دايما كابيتال. في هايسن زي اسم حضرتك ايه؟ ايش هايسي ها لوكاس. فيرزن زي ايش بين فراو هيبر. شايفين البرونومين زي موجود ازاي؟ وبكتبه دايما جروس، دي الاس الجروس ودي الاس الكلاين. يبقى انا عندي الضمير زي بعبر بيه عن الفورمال فراجل. ولازم يكون في الاجابه في لقب، ما انا اتعاملت معاك فورمال يبقى هتعاملني بلقب. هير يعني مستر وفغاو يعني مس، بتيجي بمعنى استاذ واستاذه. في است اير نامه، اير نامه اسم حضرتك، ده ضمير الملكيه اما اقول الحاجه دي بتاعت حضرتك. ماي نامي از زاندرا كونز، هنا اسم مركب يبقى انا كده برضو ذكرت الفاميلي النام بتاعي او اسمي واسم عيلتي، يبقى انا في الحاله دي بتعامل معاك برضو بطريقه فورمال. نيجي لنفس الأسئلة لما عملناها بالإنفورمال. إنفورمال يعني غير رسمي. استخدمنا في هايز تو دو، هنا بقى هتلاقي الضمير دو منور، إحنا أصحاب ونتكلم مع بعض بالدو. إيش هايسي لوكاس؟ فيربيس تو دو، أنت مين؟ إيش بين لينا؟ في إست داين نامي، ما اسمك أنت؟ ماي نامي إست أحمد. يبقى أنا دايماً بتعامل بدو لما أكون بتعامل مع قدامي إنفورمال. ليه؟ لانه صاحبي وفي بينا وبين بعض معرفه قبل كده. اخذنا كمان نخ بيرزون فراج، ازاي اسال عن شخص؟ ان انا اشاور عليه واقول فير از داس، مين الشخص ده؟ الرد هيكون داس ايست فاو هيمل، داس ايست احمد، داس ايست محمد. لما اكون بشاور على حد وعايز اقول مين الشخص ده هنستخدم اداه الاستفهام فير، والسؤال هيكون فير از داس يعني هو از ذس. وقلنا برضو هنا من ضمن الاجابات المتاحه انك تكون مش عارف مين الشخص ده فتقول ايش فايس اس نيشت، والحته دي ارجعوا فيها لحلقتنا اللي فاتت عشان تعرفوها وتفتكروها معانا، ان انا ممكن اقول ايش فايس اس نيشت يعني اي دونت نو لو حد سالني فير از داس. زي ما متعودين مع بعض ان احنا الاربع مهارات الخاصين باي لغه لازم تكون عارفهم كويس، وده اللي بنطبقه معاكم في حصصنا على البث المباشر، ان اي لغه بتتعلمها لازم تتعلم تسمع تتكلم وتقرا وكمان تكتب الماني. ده كله هينمي عندك مهاره اللغه، يعني تخلي لغتك افضل. ودايما متعودين لما بنيجي نقرا اي ديالوج قدامنا او نسمع اي ديالوج لازم نقراه الاول. بعد ما بنقرا الديالوج حتى لو في حاجات انا مش عارف معناها بس هخمن المعنى العام بيتكلم على ايه. تعالوا الاول نقرا مع بعض الديالوج وبعدين نسمع الاوديو. Guten Tag, mein Name ist Timo Armonen. Guten Tag, freut mich. Ich heiße Jutta Wagner. Woher kommen Sie, Herr Armonen? Aus Finnland. Aus Helsinki. أنا جاي من فنلندا من هلسنكي. تعالوا نسمع الأوديو وبعدين نرجع تاني للكلام. C1A. Guten Tag. Mein Name ist Timo Arhonen. Guten Tag. Freut mich. Ich heiße Jutta Wagner. Woher kommen Sie, Herr Arhonen? Aus Finnland. Aus Helsinki. Da kann Dialog A. إن إحنا اتكلمنا مع بعض حيينا بعض وبدأ يقول اسمه وبعدين قال له Guten Tag, mein Name ist Timo Arhonen. Guten Tag, freut mich. طبعاً دي الشخصية التانية بترد عليه. Freut mich يعني يسعدني، أهلاً وسهلاً بحضرتك. Ich heiße Jutta Wagner. طبعاً ده اسمها. Woher kommen Sie؟ حضرتك جاي منين يا Herr Arhonen؟ رد قال aus Finland, aus Helsinki. طبعا انا هنا واضح من الكلام انه بيتكلم عن الموطن اللي هو جاي منه بعد ما عرفوا بعض باساميهم. تعالوا نسمع كمان ديالوج ب. هنقرا الديالوج الاول وبعدين نسمعه مع بعض. هالو ايش بين تيمو اون فير بيست دو. انا تيمو، انت مين؟ ايش بين اوليفا فوهير كومست دو تيمو اوس فينلاند. نسمع الاوديو مع بعض. شريت يوتا واغت اوس هلسنكي. B. Hallo, ich bin Timo. Und wer bist du? Ich bin Oliver. Woher kommst du, Timo? Aus Finnland. زي ما سمعنا مع بعض، تيمو وأوليفر بيتعرفوا على بعض لأول مرة، فأول حاجة بيعملها بيسأل عن اسمه زي ما اتعلمنا مع بعض إزاي نتعرف بعض عن الاسم. إيش بين تيمو؟ وقال له إيش بين أوليفر؟ وبعدين سأله عن موطنه، Woher kommst du, Timo? Aus Finland. نكمل مع بعض.
يبقى احنا كده اتعلمنا من الاوديو دوت ازاي اسال عن الهيركونفلاند الموطن، ازاي اسال عن الموطن اللي انا جاي منه، بلدك ايه؟ طبعا هنا السؤال موجود بدو وموجود كمان بزي غوص الاحترام، يعني زي فورمولا فوهيركم استدو فوهيركم انزي. في الحالتين انا بسالك عن الموطن، الرد هيكون ايش كومي اوس ايجيبتن، انا جاي من مصر. طبعا ايش كومي اوس ايجيبتن، يبقى اوس ده بريبوزيشن جديد، حرف جر جديد اتعلمناه النهارده في حصتنا، انا جاي من ايجيبتن، انا جاي من مصر. تعالوا نتعلم بقى بقيه الدول عشان اي حد من الدول ديت اتعرفت عليه وقال لك انا جاي من اي دوله منهم تعرف الدوله دي معناها ايه. طبعا اول دوله اللي متعلم اللغه بتاعتها هي دويتشلاند، دويتشلاند. استغايش، استغايش النمسا. اسبانيان، اسبانيان اسبانيا. روسلاند، روسلاند روسيا. فنلاند، فنلاند فنلندا. نيدرلاند، نيدرلاند هولندا. انجلاند، انجلاند انجلترا. فرانكرايش فرنسا. زي ما احنا شايفين دي الدول اللي موجودة واللي ممكن تقابل ناس منها ويبدأ يقول لك ich komme aus Deutschland, ich komme aus Niederlande, ich komme aus England. نكمل مع بعض. Woher kommst du? Woher kommen Sie? في بعض الدول عندي في اللغة الألمانية ما ينفعش احط aus واحط الدولة بعدها على طول. في حاجة اسمها أداة التعريف بتتحط قبل الدولة على طول. دي لما نكبر شوية مع بعض في الألماني هتفهم يعني إيه أداة التعريف. احفظ بس إن الدول دي بيجي قدامها أداة تعريف بالمنظر ده لغاية ما تفهم إيه هي أداة التعريف. من الدول ديت دولة شفايتس، سويسرا. Ich komme aus der Schweiz. أنا هنا مش هقول aus Schweiz على طول. أنا هنقول aus der Schweiz. أنا جاي من سويسرا. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. أنا جاي من تركيا. Ich komme aus dem Iran. Aus dem Iran. جاي من إيران. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Lebanon. Ich komme aus den USA. زي ما انت شايف مهم جدا الحاجات اللي بتجي لك exception في أي جزئية من جزئيات الجراماتيك إنك تذاكرها كويس وتكتبها عندك as note كانوت موجودة في الكراسة بتاعتنا بتاعت اللغة الألمانية اللي بتحضر بيها معانا حلقات البث المباشر عشان الموضوع هيفرق معاك. دايما لما بتعلم نفسك تذاكر بنفسك وتكتب الحاجة بنفسك هتلاقي الموضوع ثابت معاك وبقى أسهل كتير. ومن هنا تعالوا ناخد حتة جراماتيك من الجراماتيش شتروكتوغن اللي موجودة عندنا في اللغة الألمانية. طبعا احنا عارفين ان كل اللغات فيها أفعال والأفعال دي مرتبطة بالسبجكت اللي بيجي معايا في الجملة. يبقى انا نفس الكلام موجود في الألماني، احنا خدنا البرونومين إيش وعرفنا ان معناه أنا، وأخدنا دو كان معناه أنت، وأخدنا زي غوص وقلنا معناها حضرتك. لازم تلاحظ شكل الفعل بعد كل برونومين من البرونومين اللي موجودة قدامك ديت. شكل الفعل بيتغير بس مش كله بيتغير. ليه؟ لأن أنا عندي قاعدة في الألماني بتقولي إن الأفعال في اللغة الألمانية تنتهي بالإي إن أو بالإن. يعني يا فراو كل الأفعال في الألماني آخرها إي إن أو إن؟ ايوه، ولما باجي استخدم الفعل في الجمله انا بحذف الاي ان ديت، بعمل عليها كروس كده، ببدا بعد كده يعني هنجيب كده القلم واروح عامل كروس على الاي ان، بعد كده ابدا احط الاندونجن حسب البرونومين اللي موجود عندك في اول الجمله. تعالوا نشوف الاول القاعده بتقول ايه وبعدين نقرا الجمله. ايش دايما الفعل في اخره ايه؟ دو دايما اس تي. طبعا احنا خدنا دويتش الفابيت فانت تركز معايا وتخلي بالك، يبقى الفعل اخره ايه مع ايش مع دو اخره اس تي مع زيك غوس اخره اي ان. تعالوا نشوف طبقنا ده ولا لا. ايش كومي اوس برلين، انا جاي من برلين. يا فراو فعلا احنا جينا مع ايش لقينا ان الفعل اخره ايه. دو كومست اوس مينشن، انت جاي من مدينة مينشن. طبعا مينشن دي مدينة معروفة في ألمانيا اللي هي ميونخ. برضو هنا لقينا ان البرونومين اللي موجود عندك في الجملة هو دو، فبالتالي حطينا ST للفعل.
كومين زي أوس إيطاليان، ده لو في حالة هكون سؤال وعندي البرونومين زي، أنا هنا بدأت بالفعل ما بدأتش بالبرونومين، فده معناه إن أنا بسألك هو حضرتك جاي من إيطاليا؟ كومين زي أوس إيطاليان، يبقى نفس الكلام طبقناه هنا، لما لقينا البرونومين زي حطينا إيه إن للفعل أم إن ده. يبقى دي جزئية جراماتيك مهم جدا يا ريس إنك تحطها في دماغك وتدونها عندك في كراستك، عشان دي اللي هتحل بيها بعد كده كل الإي بونجن اللي هتقابلنا. وبالتالي عملنا لك الفيرب كونيجاسيون وجمعناه لك في التابل اللي موجود قدامك. اتفقنا ان ايش دو زي هم دول البرونومين اللي عندك في الالماني اللي خدناهم لغايه دلوقتي، واخدنا تصريف فيرب كومن، واتفقنا بنحذف الاي ان من الفيرب، وبعد كده ابدا احط الاندونجين حسب الضمير اللي موجود قدام. ايش كومه لان ايش بتاخد ايه، دو كومست الدو بتاخد اس تي، زي كومن الزي بتاخد اي ان. تعالوا نطبق الكلام ده على فعل تاني زي فيرب هايسن اللي اخدناه مع بعض المره اللي فاتت وسالنا بيه عن اسمك اللي هي في هايس تو دو، وكان رد ايش هايسي وقلنا اسامينا. هنعمل اول خطوه برافو عليكم ان احنا نعمل كرويتسن لل اوكي، هنعمل كرويس كده للاي ان اللي موجوده قدامنا. بعد ما نحذف الاي ان هنحط مع ايش ايه؟ ايش هايسي. هنيجي مع الدو المفروض نحط هنا اس تي، بس انا عندي الحرف ده في الالماني اسمه اس اس ت وايكوال دبل اس في الالماني. طب يا فراو نطق الاس موجود وعندي منها اتنين في الفعل، هل في داعي ان احط اس تالته كمان؟ لا خلاص كده شكرا مش عايزين اس تالته، هو اوريدي الاس موجوده في الحرف اللي اسمه اس ت اللي بنطقه دايما اس، يبقى هايست هتاخد تي بس ومستغنيه عن الاس لوجود دبل اس في الفعل بتاعها. نيجي مع زي الفعل محتاج معاه اي ان ام ان، ده هايسن زي ما هو مفيش فيه اي مشاكل. يبقى احنا هنطبق القاعده دي على كل الافعال اللي بتقابلنا، الا خلي بالك لكل قاعده لازم يكون في اوس نعمل، يعني لازم يكون في اختلاف. اول حاجه عندك فيرب زاين، فيرب زاين ده معناه يكون، ده فيرب تو بي عندك في الالماني زي الانجليش كده اي ام ويو ار. طيب احنا خدنا ان ايش بين يعني اي ام، دو بيست يو ار، ايش بين يعني انا اكون، وعرفنا بها اسمي ايش بين محمد، واخدنا سؤال عليها فير بيست دو يعني من تكون انت. يبقى خلاص احنا اوريدي عارفينهم مش صعبين علينا ولا حاجه، بس هو شكل الفعل اللي ظهر عندك ان شكله اسمه زاين. فيرب زاين ده اصل الفعل من بين وبيست، يعني هو الفعل اصلا كان شكله كده ولما جينا استخدمناه مع ايش قلنا عليه بين، ومع دو قلنا عليه بيست. طيب مع زي فراو طبعا فاكرين السؤال بالفورم الفراغي اللي هو فير زند زي من تكون حضرتك، طبعا ده كان السؤال بالاحترام وصيغه الاحترام فير زند زي من تكون حضرتك. يلا بينا نكمل ونبدا نحل ايني ايبو ارجنسن اند كونجوجيرن زي داس فيرب، عندك الافعال موجوده عايزين نكمل الافعال ديت في مكانها وهتصرف معايا الفعل، انت اللي هتغير شكل الفعل بناء على الجدول اللي لسه واخدينه دلوقتي، ويا ريت تكونوا لحقتوا وكتبتوه. طبعا انت لو بتتفرج على الحلقه مسجله هتوقف الحلقه تكتب تصريف الفعل وتبدا تحل، ووقف الحل والحق حل الاول واطمن انك بتحل صح، انك تشغل الفيديو تاني وتتاكد من اجاباتك. نمر اينز ايش هير محمد، وعندي فيرب زاين، انا عايز اقول انا اكون مستر محمد، واتفقنا خلاص فيرب زاين ده كان شكله في الاول كده وبعد كده بيتغير حسب البرونومين اللي موجود. يا ترى هنحط هنا فيرب ايه؟ برافو عليكم هيكون ايش بين هير محمد. نمر 2 فيرب كومن، لسه واخدينه النهارده واتفقنا خلاص احنا بنحذف الاي ان من الفيرب لان ده فيرب عادي خالص، نحذف منه الاي ان ونبدا نحط الاندونج حسب البرونومين اللي موجود. والله يا فراو انا عندي هنا البرونومين ايش، يبقى اتفقنا ان احنا نحط ايه للفعل، يبقى هنقول كومه ايش كومه اوس برلين. فير زي ردت قالت فراو هيبر، وعندي فيرب زاين، يبقى انا عايز احط هنا فيرب زاين مع البرونومين زي، يبقى هقول فير زين زي من تكون حضرتك. نمر 4 دو مارك، وعندي فيرب زاين،
يبقى هنتغير verb design مع do هيبقى do. برافو عليكو do بيستمارك. وطبعا اخر حاجة ظهرت على طول معانا لانها سهلة جدا، لان الضمير زي بياخد an للفعل، يعني مش هعمل اي تغيير في الفعل اللي قدامي وهنزله زي ما هو بالan اللي موجودة فيه. زي ما انت شايف الحل بيكون سهل جدا، وانصحك انك تفتح كتاب المدرسة وتحاول تحل الايبونجن على كل الشغلات بناخدها. احنا ماشيين معاك شغلت في شغلت، يعني خطوة خطوة ودرس درس من كتاب المدرسة، وحاول تفتحه وتحل فيه الايبونجن، وهتلاقي فيه ايبونجن كتير من اللي احنا بنحلها اوريدي موجودة في كتاب المدرسة. فايتر نمبر 6، مكملين نفس الايبونجن وهنحط معاهم الافعال في، وعندي فيرب هايسن مع زي. من فاكر لما قلنا ان البرونومين زي بيحافظ على شكل الفعل زي ما هو؟ برافو عليك، يعني هنحط هنا هايسن. ايوه هنسيب هايسن زي ما هي. نمر زيبن في دو، اظن كلكم حافظين السؤال بتاع اسمك ايه من المره اللي فاتت، في هايست دو. نمر 8 زي ها ادلر، وعندي فيرب زاين. خلاص عرفنا يا فراو بقى ان فعل زاين دوت هو فيرب تو بي، وان شكله بيتغير مع ايش بيبقى بين، مع دو بيبقى بيست، ومع زي بيكون الله ينور عليكم بيكون زند. نمر 9 فو ها دو، عندي فيرب كومن وعايزين نستخدمه مع دو. ده هنطبق عليه بقى القاعده، هنعمل ايه؟ دير برويتسين الاي ان، نعمل اكس كده على الاي ان، ونبدا نحط الفعل في تصريفه مع دو، هيبقى فو ها كومست دو. زي ما احنا شايفين هي دي الافعال، وهي دي الطريقه اللي بنستخدمها في الجمله. وخلي بالك انا بدربك انك تصرف الفعل بايدك، عشان بعد كده لما يجي لك اوس فيلين اختيارات يبقى سهل عليك وتختار وانت مغمض. ناخد مع بعض بقى دلوقتي ذاتس اور نو ان دويتش. ازاي ارتب الجمله في الالماني او ترتيب الجمله في الالماني؟ طبعا انت عندك نوعين من الجمله. اول حاجه الاوس زاج ذاتس، الاوس زاج ذاتس اللي هي الجمله العاديه. ايش بين بيتر؟ دي الجمله العاديه تماما اللي احنا واخدينها ومتعلمينها مع بعض. انا اكون بيتر، زي ما انت ملاحظ كده دايما ببدا بالضمير وبعدين الفعل وبعدين بقيه الجمله. داس ايست ماين كوليجي باسم، ده زميلي باسم. داس ايست هنا بدات برضو بداس، وده ضمير معناه هذا، وايست ده الفعل، برضو الفعل هتلاقيه رقم 2 في الجمله. ايش فايس اس نيشت، كل دول اوس زاج زيتس يعني جمل خبريه، يعني مش سؤال. ايش فايس اس نيشت، نفس الكلام بدات بالضمير وبعدين الفعل، فبالتالي ده ترتيب الجمله تمام زي قدامك، واتفقت خلاص ان الفعل رقم 2 نمر 2 في الجمله. ايه كمان النوع الثاني اللي موجود عندي من ترتيب الجمله؟ هو الفراج ذاتس. الفراج ذاتس هو السؤال، ازاي اكون سؤال؟ طبعا من خلال اللي اتعلمناه مع بعض اتعلمنا ان السؤال دايما بيبدا باداه الاستفهام، وتعلمنا كمان ان في سؤال بيبدا بالفعل، بس الاول اللي اخدناه مع بعض هو السؤال اللي نبدا فيه باداه استفهام. طبعا عندي اداه استفهام فير، يعني مين؟ فير از داس، من هذا؟ فوها كومس دو، انت جاي منين؟ فير بيست دو، من انت؟ بيست داين نامي، ما اسمك؟ عايزين نلاحظ برضو مكان الفعل في الاسئله اللي قدامي ديت، هتلاقي الفعل هنا نمر 2 وهنا كمان نمرة 2 وهنا نمرة 2 وهنا كمان نمرة 2، يعني الفعل في السؤال بيكون رقم 2 في السؤال. ايوه لما تكون بتبدا باداه الاستفهام سواء اي واحده من اللي اتعلمناهم مع بعض بيكون بعدها على طول الفعل، يبقى دايما الفعل هو في رقم 2 في الجمله او في السؤال ما دام السؤال بيبدا باداه الاستفهام. الجزء ده مهم جدا وهيفرق معاك لما تيجي تكون جمل وتكتب الجزء المقالي الخاص بالماده بتاعتنا، لانك اتعلمت ازاي ترتب الجمله وازاي تكتب سؤال وازاي تكون سؤال. ومن الاول كده بنصحك تكون السؤال باجابته عشان الموضوع يبقى سهل عليك. يبقى زي ما احنا اتفقنا مع بعض، عندي اوز زاج زاتس وعندي فيف غاجي، دول انواع او نوع الزاتس اورنونج او الزيتس، انواع الجمل اللي موجوده عندك. والفي فراج خدنا اداه الاستفهام فير وفي وهير. رايتر نحل ايني ايبون اجانسن زي ديفيرتا اون ذا ذاتس سايشن، عايز منك تكمل الجمل من خلال الكلمات اللي موجوده قدامك.
وتحط كمان Satzzeichen. يعني ايه Satzzeichen؟ يعني تحط العلامة اللي هتبقى موجودة في الآخر، سواء سؤال يبقى هنحط علامة استفهام أو جملة عادية فهنحط نقطة. تعالوا نشوف مع بعض الإجابة. إيش بين أندرياس سيلينسكي؟ أنا اسمي أندرياس سيلينسكي. اختار من هنا بين لأن هي ماشية مع الجملة، وحط في الآخر نقطة لأن هي جملة عادية، يعني أو الزعجي زاس. تاني حاجة، انتشولدجونج، انتشولدجونج يعني معذرة. هايسن زي، واضح إن ده سؤال، يبقى هو عايز هنا برافو عليكو السؤال عن الاسم في هايسن زي. معنى كده إن ده ist eine Frage، ده سؤال، يبقى هنحط في الآخر علامة الاستفهام. أندريس سيلينسكي und das Frau Kunz، عايز أقول ودي تكون Frau Kunz. برافو عليكو، هنستخدم هنا ist مع Frau Kunz، وبالتالي دي هتكون جملة عادية لأن مفيهاش فراج فورد، فبالتالي هنحط نقطة. ب Wer das، خدنا السؤال عن الشخص عن البيرزون. Wer ist das؟ طب das ist eine Frage، مدام سؤال يبقى على طول هنحط فراغ سايشن يعني علامة استفهام. الإجابة هتكون داس إيست فيليكس، هذا يكون فيليكس، وطبعا دوناها مع بعض أهو جايبها لك هنا أهو، داس إيست هتتحط هنا مع داس إيست فيليكس. يلا بينا نكمل. طبعا دي جملة عشان ديت ما فيهاش أداة استفهام. نكمل الإيبونج سي أون دي. إيش لورا؟ فيبر، وفي هنا مكان للعلامة اللي هتحطها. طبعا ما في ايش هنا، يبقى أنا على طول دي أو الزاجي زاتس يعني جملة عادية، يبقى هنا عايز برافو عليكو ايش هايسي لورا فيبر، ودي جملة عادية يبقى هنحط نقطة في آخرها. أوند فيا زي، واضح إن زي جروس أهي موجودة، عايزين صيغة الاحترام، يبقى فير زينت زي، ودي سؤال فهنحط فراجة سايشن في آخر السؤال. إيش ميشيل شوبرت؟ أنا اسمي ميشيل شوبرت، يبقى أنا عايزة أقول إيش هايسة ميشيل شوبرت. خلاص أنتوا شاطرين وعرفتوا تحلوا معانا، يبقى نحط هنا في الآخر نقطة. دي داس إيست هوفمان، هوفمان هو ده راجل ولا ست؟ أكيد راجل، وتعلمنا مستر في الألماني يعني إيه، برافو عليكو هير. داس إيست هير هوفمان، دوت مستر هوفمان، وديت جملة عادية يبقى هنحط نقطة في آخرها. أوند إيست داس، واضح كده إن ده سؤال، يبقى فير إيست داس، مادام سؤال يبقى هنحط الفراجة سايشن في الآخر. أوند في الإجابة اللي موجودة قدامك فراغ كونس هنحط نقطة لأن ده مش أين فراغ. ده بيعلمك إنك في أي جملة لازم تبدأها كابيتال وتنهيها بنقطة، لأن ده هو ده الألماني اللي إحنا بنتعلمه. لازم دايما تتعلم ازاي تكتب، يبقى احنا بنسمع مع بعض وبنفهم الماني وكمان بنعرف نكتب صح، لان الكتابه الصح بتوصلك في الاخر لما يجي لك جزء الرايتنج في الالماني، جزء الشغايبن ما يبقاش عندك فيه مشاكل ولا تتعلم الحاجه من الصفر، لا ده احنا اوريدي واخدينها مع بعض اثناء حصصنا. يبقى اول حاجه لازم اول الجمله يبقى كروس كابيتال، وفي الاخر نحط نقطه لان دي جمله عاديه، ولو بسال سؤال يبقى لازم احط فراجت سايشن علامه استفهام. يلا بينا نكمل جزئية الجراماتيك المهمة اللي خدناها النهاردة مع بعض، وهي البرونومين تصرفات الأفعال. أخدنا طبعا إيش يعني أنا، دو أنت، وزي حضرتك، وفيرب هايسن إيش هايسة، دو هايست، زي هايسن، وفيرب زاين اللي اتفقنا مع بعض عليه إن الفعل ده مختلف في تصريفه، فهيبقى إيش بن، دو بس، زي زن. مهم جدا نحفظ تصرفات الأفعال عشان منيجي نحل عليها ما يبقاش الموضوع صعب علينا. تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي اتعلمناها مع بعض. أول سؤال خدناه في هايسن زي، وده السؤال عن الاسم في صيغة الاحترام. إيش هايسة سيلفيا كونس، وقلنا لازم عشان أسأل بصيغة الاحترام يكون في فاميليال نام، يعني يكون في اسم واسم العيلة أو اسم الأب، عشان كده بتعامل مع الشخص اللي قدامي فورمال بصيغة الاحترام. فير زين زي، برضو ده صيغة السؤال اسم حضرتك إيه؟ إيش بين هير مولا؟ أنا اسمي مستر مولا، شايفين اللقب موجود إزاي قدامي؟ فعشان كده ده فورمال. إيش بين فراو هيبر؟ أنا اسمي فراو هيبر، وبالتالي برضو في لقب هنا فتعاملنا معاه فورمال يعني بصورة رسمية. فايتر؟
بكده نكون خلصنا كل الأجزاء المهمة اللي خدناها في حصة النهاردة. تعالوا بينا بقى نلم الكلام ده كله في آخر جزئية، وهي نواتج التعلم اللي بنوصل بيها في آخر كل حصة. إيش كان هير كونفتسلاند بنينا؟ اتعلمنا إزاي نتكلم عن الموطن، وده كان من خلال الأسئلة أو السؤال عن الموطن بوفو هير كومستدو، والرد عليه إيش كومي أوس، وأبدأ أقول الإجابة. نفس الكلام اتعلمنا دي ليندر نامن، إيش كانت دي ليندر نامن. اتعلمنا كمان أسماء الدول، إيش كومي أوس إيجيبتن، أنا جاي من مصر. يبقى أنا كده اتكلمت عن موطني وبدأت أقول أنا جاي منين، وأخدنا إيجيبتن، خدنا دويتشلاند، خدنا إنجلاند، وخدنا فنلاند، وخدنا أو إس آه، وأخدنا كمان الدول اللي قلنا بيجي معاها أداة تعريف، وقلنا مهم جدا جدا إنك تحفظ الكلمة دي بأداة تعريف. إيش كان دي برونومن؟ إيش دو أون زي ميت فيربن كومن هايسن أون زاين كونيوجيرن؟ دي من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها النهارده مع بعض. ايوه اتعلمنا مع بعض النهارده ازاي اصرف الفعل مع ايش، مع دو، مع زي، وكمان استخدمهم في الجمل بصوره منطقيه واكون بكتب صح ما بكتبش غلط. يبقى دي الحاجات اللي اخدناها، وعرفنا ان كل ضمير منهم بياخد نهايه معينه حسب الضمير اللي بتستخدمه في الجمل. فمثلا لو عندك البرونومين ايش، دايما بتحط اي في اخر الفعل. لو عندك دو بتحط اس تي. لو عندك زي غوص ودي اللي معناها احترام، بنحط دايما في اخر الفعل اي ان. يبقى دي حاجات تخلي بالك منها كويس وانت بتحل، وجو اون حط ايدك في اي جراماتيش اي بونجن، هتلاقي الموضوع سهل جدا معاك وبتحل كويس جدا، ومش محتاج اي حاجه بره حصصنا، حصص البث المباشر اللي هتلاقي فيها كل الماده العلميه اللي انت محتاجها، اللي هتوصلك في الاخر انك تجيب الفورمر وكمان بتتكلم الماني كويس. بكده نكون خلصنا حصة النهاردة ماين ليبن شولر اون شولرين. تم مراجعة المادة العلمية من فراو سلوى يحيى وفراو عزة نصار اون فيلن دانك فور ايري اوف مركزان كايت. كان معكم فراو ولاء علي ياسين من منصة البث المباشر مع قطب التمنيات بالتوفيق.